مرحبا بكم في هذا الدرس. سنتعلم كيف نقوم بالبث المباشر لفيلم عبر الشبكة باستخدام بروتوكول الـ HTTP. فالكثير أصبح يشاهد المستقبلات الفضائية أو لي ريسبتور التي تتوفر على إمكانية الربط مع الإنترنت ومشاهدة القنوات مباشرة عبر الإنترنت، حيث يقوم أصحاب القناة بقراءة الفلو، أي صبيب الفيديو الآتي من القناة، وإرساله عبر الشبكة باستخدام بروتوكول الـ HTTP. ومن ثم يستطيع المستقبل الذي يتوفر على هذه الإمكانية مشاهدة الفيديو. تستطيعون أيضا القيام بهذا الشيء من داخل الـ VLC أو البراوزر إذا كانت الفورمة المستعملة مدعومة من طرف البراوزر. في هذا المثال سنقوم فقط بقراءة ملف من القرص الصلب وإرساله عبر الشبكة. نقوم في البداية بتحميل موديول HTTP وموديول FS، لأننا سنقرأ ملفا من قرص الصلب، وسنكتب القطع الصغيرة لهذا الملف في الريكوست الخاصة بالكلاينت var HTTP create server function request response. هنا نستطيع أيضا إضافة البروسيس المميز لهذا التطبيق في نظام الاشتغال لينكس، وهو موجود بالبروسيس بيد. هنا نقوم بسويتش ريكويست ميثود، حيث أن ستريمين عموما فهو جواب الجيت. يمكن أيضا القيام بالستريمين كجواب البوست، لكن هذا الشيء فهو غير محبذ، لأن أغلب البرامج التي تقرأ صبيب الأفلام والقنوات عبر الإنترنت فتقرأها باستخدام الجيت. هنا نقوم فقط بإغلاق ريس أند سويتش ريكوست URL، نتفقد URL كيس ستريم. not found، أي أن ستريمين سيبدأ عند الدخول إلى سلاش ستريم. نقوم بخلق ستريم باستخدام fs create read stream. الفيديو موجود هنا، ونقوم مثلا بإرسال الفيديو الثاني من هذه الشروحات. ف create read stream تقوم بتحويل الملف إلى stream، وstream فهي عبارة عن قناة تستطيع القراءة والكتابة فيها قطعة قطعة. نقوم بstream type response، أي نقوم بضخ ذلك الملف داخل request response الخاصة بالكلاينت. قبل ذلك لكي يتم قراءته بشكل صحيح والتعرف على أن الفيديو المرسل عبر الـ HTTP، نقوم ب response write head 200 و content type فهو فيديو من نوع MP4 أو MP4. الـ point virgule فهي optional، إذا لم تقوم به الـ point virgule سيتجاهلها الكومبايلر.
هنا جهاز كود سورس نقوم بتجربة من كيرل. هناك مشكل، لم يستطع التعرف على الملف. المشكل قام بخلقه الدير نيم، فالدير نيم فهو الدايركتوري الذي يتواجد به الكود. إما نستطيع إما حذف الدير نيم أو وضع الملف داخل هذا المجلد، وسيعمل بنجاح كما ترون. فالآن فهذا هو الكوداج الخاص بالفيديو. إذا وضعتم هذا اليغال في البراوزر أو VLC أو Implier فإنكم ستشاهدون الفيديو. لن أقوم بهذا الشيء لأن البرنامج الخاص بتسجيل التوتوريال لا يعمل جيدا إذا قمت بفتح فيديو آخر، وسأترك لكم فرصة تجربته بنفسكم. ما يهمني هو أن الهيدر دو سون اوكي، والكونتنت تايب فهو الفيديو MP4، وهذا هو الفيديو الهيدر الخاص بذلك الفيديو. فقط الجدير بالذكر فإن هذه الطريقة في الستريمين لا تدعم الرانج أو السيك، أي أنكم لا تستطيعون تسريع الفيديو أو الرجوع إلى الخلف. فمسألة الرجوع إلى الخلف أو إلى الأمام مثلا كاليوتيوب فهي مشكل آخر في HTTP، ما يسمى بالرانج، أي أنك تغلق الكونيكسيون وترسل رانج، والرنج فهو عبارة عن رقم مؤشر، أي أنك تريد تسريع الفيديو حيث تقوم الستريم بتسريع المؤشر الذي نقرأ منه إلى ذلك المكان الذي تريد تسريع الفيديو إليه، ومن ثم تبدأ القراءة مجددا، وهكذا في الملحة المعاكس. فهذا الكود فهو فقط للستريمين البث المباشر كمثلا القنوات الفضائية أو الراديوات. فهذا الكود فهو مفيد ولكن لا يدعم التسريع، فإن التسريع فهو مشكل الرانج في HTTP، أي أنك تريد القفزة داخل الملف المرسل إليك. وآمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وشكرا.